حاد كاع تجيو نحضروا لي كوفخ بكل سهوله. غادي ناخدو 200 غرام ديال الحليب نديروها في شي بول، غادي نزيدو ليه 20 غرام ديال الخميره او جوج معالق كبار ونخليوهم يتخلطوا واحد 10 ديال الدقائق. غادي نزيدو ليهم الطحين 400 غرام، غنزيدو ليهم جوج بيضات وصفر بيضه وشويه ديال الفاني شويه ديال الملحه و 200 غرام ديال الزبده تكون درجه حراره الغرفه، وغادي نخلطوا هادشي مزيان حتى كيولي عندنا عجين. كناخذ هاد العجين ونغطيه ونخليه يرتاح ساعه، فاش كنشوفو هكا تضاعف الحجم ديالو غنحاولوا نخويوه من الهواء وغنزيدو له 200 غرام ديال السكر يكون شويه الحبيبات ديالو غلاض. كنخلط مزيان باش يدخل السكر و تناخذو هاد العجين وغادي نقسموه من 12 حتى 14 قطعه، يكون كيتلاصق شي شويه وهذا عادي جدا وطبيعي. ونغطيه ونخليه واحد ربع ساعه كنسخن الاله ديال الكوفخ وكنبدا نحطهم ونخليهم يطيبوا من الجناب بجوج، وتنقدموهم مع اي حاجه بغيتو، عسل شوكولا او املو او اي حاجه بغيتو، وبالصحه والراحه.